إن الدولة حرصاً منها على تشجيع هذا النوع من التصدير مستعدة أن تتنازل لهم عن جزء وافر من العملة الصعبة التي يتحصلون عليها، ومساعدتهم على توسيع مصانعهم وعلى دراسة أوضاعهم مع وزارة المالية ومع الضرائب ومع غير الضرائب إلى آخره. نشجعوهم لأن يكونوا مصدر من المصادر لتزود البلاد بالعملة الصعبة خارج المحروقات. وفيه كذلك لازم مساعدة تصدير، لازم مساعدة قوية تاع الدبلوماسية تاعنا، لازم كذلك في الدبلوماسية الجزائرية نفوت للدبلوماسية الاقتصادية، ولازم بالأخص في البلدان اللي فيه قابلية لشراء البضائع الجزائرية لازم تكون تمثيلية تاعكم من خلال لي شوم دو كوميرس، من خلال المؤسسات الاقتصادية تكون يرى دي زونتان ما في لي زامباساد.